مدام مجدة وأنا جاية هنا عشان الثورة. أنا مش شايفة ما فيش أي حاجة اكتملت في الثورة أساسا، يعني كل ده كلام بيضحكوا علينا بيه. فإحنا جايين عشان تكملة للثورة، لأن المشير طنطاوي ما عملناش أي حاجة، ده بالعكس الحال أسوأ من الأول، ما فيش أي حاجة جديدة اتحصلت. So when was the first time she was here at Tahrir Square? انت ايه امتى اول مره جت هنا التحرير قبل كده؟ يوم 25 يوم الثوره. What has changed since then? ايه اللي اتغير من وقتها؟ ما فيش جنس حاجه اتغيرت، كل اللي اتغير ان عيالنا ماتوا بس. حتى حق عيالنا عايزين يدفعوه ماديا، احنا مش عاوزينه ماديا. انا واحده من الناس، انا ابني شهيد ومش منزلاه في يافطه الشهداء الا لما اخد حق ابني، بس مش ماديا. لا، كل اهل الشهداء خدت الحق المادي، انا مش عايزه الحق المادي، انا عايزه الحق القصاص اللي اخد حق ابني على حق ربنا. So if she would be part of the government, what role would she would love to have? طب لو انت بقيت خدت دور في الحكومه، ايه الحاجه انت ممكن تعمليها؟ اول حاجه اخلي القيادات نظيفه عن دلوقتي. اولا الشرطه، الشرطه لازم تبقى فيها نقاء وفيها حب للشعب، الشرطه لازم تقف مع الشعب، ما تقفش ضد الشعب، لان الشعب ده شعب غلبان مش لاقي. الشعب ده اللي هيسرق حبل غسيل بياخدوه يحبسوه، الحرامي اللي سرق مليارات واخد بالك لسه موجود ولا اتحكمش، وجاي طلع قدام الناس قال يعني في مشهد ان هو عيان وطلع صبغ شعره، واحد عيان طالع يصبغ شعره بيضحكوا على الناس. شعب مصر مش عبيط، شعب مصر عمره ما كان عبيط. ويوم ما انا امسك اي حاجه في البلد ديت، اول حاجه هعدلها العدل بتاع ربنا، العدل بتاع ربنا، وادي الغلبان، اخد من اللي معاه ادي اللي ما معاهوش، اللي مش لاقي ياكل اساسا. Okay, and the last question is, what does she think Egypt has to do next? ان شايفاه ان احنا ان مصر ممكن تعمله مقدما يعني في المرحله الجايه. المفروض اللي يتعمل في المرحله الجايه كتير، المفروض اللي يتعمل كتير. اولا في شباب عاوزه تشتغل، في شباب مش لاقيه تاكل، في ناس عاوزين سكن، واخده بالك؟ وان انا ابص للطبقه الفقيره ديت عشان اطلع بالبلد، ما ببصش للغنيه، لان الغنيه كده ولا كده هي طالعه. انا ببص للي مش لاقي، اللي قاعدين عند مسبيرو، اللي قاعدين عند مسبيرو مش لاقيين سكن يقويهم، واللي قاعدين هنا في التحرير مش لاقيين شغل، الشباب اللي مش لاقيه شغل، الشباب اللي كان ايام العدل بتلف لها اوادي مخدرات، اللي دلوقتي الشباب بتنتقم من الشرطه عشان الشرطه اللي عملته فيهم. اهم حاجه اللي عاوز يبص للبلد دلوقتي ويرتقي بالبلد دي، يبص للي ما معهوش، يبص للضعيف ماديا، يبص للي ما عندوش اي حاجه، يبص، هو ده اللي يبص له عشان يطلع بالبلد دي ويرتقي. انا ببص للي معاه يبقى انا ما عملتش اي حاجه، انا ما عملتش اي حاجه في الوقت. شكرا. عفوا.